السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، في صحه جيده وفي احسن الاحوال. اليوم جات لكم شقه جميله تحت طلب ديال العديد من المتتبعين العزاز ديولي. هاد الشقه هذه شقه جميله، والسيد باغي يبيعها وناقص في الثمن اللي بغاها. مرحبا، يتواصل معنا على الرقم اللي غادي نخلي لكم اسفل الفيديو. بالنسبه للناس اللي كيسولوا على البرنوسي القدس، هاد البارتما هادي جميلة، كتواجد في البرنوسي القدس، فيها ثلاثة البيوت. الناس اللي كيسولوا على ثلاثة البيوت وصالون، بارتما كبيرة ما شاء الله، بخوميغ ايطاج. الناس اللي كيسولوا على بخوميغ ايطاج، هاد الشقة هادي زوينة ما شاء الله، وجات في بلاصة زوينة وفي موقع زوين. اللي بغاها مرحبا، يتواصل معنا على الرقم اللي غادي نخلي لكم اسفل الفيديو. بالنسبة للمتراج، فيها 80 متر. هذه الدخله ديال البارتمان، تبارك الله كبيره ما شاء الله، كنلقاو الحمام على الدخله ديال الدار. كما كتشوفوا معايا نقيه، ما عندها جوج واجهات، مشمسة على طول النهار، وجميع المرافق حداها، كل شيء كاين حداها. جات في حي راقي كالم زوين، اللي بغاها مرحبا. وجات على الشارع، المهم هنا كندخلو كنلقاو سيجوغ، تبارك الله كبير، وكاين الصالون. والسيد راه صالحة على ذوقو، المهم مصلوحة، ما ناقصة فيها حتى شي حاجة. اللي بغاها مرحبا. كما كتشوفوا معايا، هذا تبارك الله السيجوغ راه كبير، جا انفاس مع الدخلة ديال الدار. وهذا الصالون، الصالون تبارك الله مشمس، المهم الدار مشمسة على طول النهار، عندها جوج واجهات كما قلت لكم. وبالنسبة للثمن، السيد راه تيطلب فيها 63 مليون. اللي بغاها يجي يشوفها مرحبا. كما كتشوفوا تبارك الله الصالون ما شاء الله كبير. وهنايا كاينه الكوزينه، وعلى الدخله ديال الكوزينه كنلقاو هاد لافابو، حتى هو زوين بالرخام. وكاين تحتو واحد البلاكار، وهذه الواجهه ديال البارتمان. جات في بلاصه زوينه نقيه، اللي بغاها مرحبا. هذا الصالون تبارك الله راه كبير ما شاء الله. فيها ثلاثه البيوت، وصالون وسيجور وكوزينة، تبارك الله هي كبيرة، يعني دار فيها واحد الكليسة. هانتوما غتشوفوا معايا دابا الكوزينة، وهذه الكوزينة تبارك الله هي راه كبيرة.
هذه هي الكوزينه كما قلت لكم، يعني فيها هذا الاسباس تستغلوه ديروا فيه شي كليسه تجي زوينه. السيد راه ما ساكنش فيها، المهم السيد راه كاين برا، وكاين دابا اللي بغاها يجي مرحبا لانه قريب يمشي، واللي بغى يجي يشوفها دابا حاليا راه السيد كاين في المغرب يجي مرحبا. هنايا كاين البيوت، انا غادي نوريكم البيت الاول. كاينين جوج بيوت فيهم البلاكارات زوينين، وتبعوا لا فيديو من الاول حتى الاخير باش تعرفوا جميع التفاصيل. شقة جميلة ما شاء الله، وبالنسبة للناس اللي كيسولوا على الجديد فراه دائما كاين الجديد. الناس اللي كيسولوا على بقع في المحمدية، راه كاينه عندي بقعة زوينة في المحمدية، بقعة تجارية اللي بغاها مرحبا. وبالنسبة لحي محمدي راه كاين عندنا فيه بارتمات زوينين، كاين عندي بارتما قرب مستشفى محمد الخامس، وكاين لاسانسور كتواجد في الويتيام ايطاج، بارتما زوينة فيها 60 متر اللي بغاها مرحبا. وبالنسبة للبارتما اللي كتواجد حدا اللي كتواجد في الحي محمدي الحزام الكبير، هي مازال كاينة اللي بغاها مرحبا. وبالنسبه للبرنوسي القدس راه كاين عندنا بارتمان زوينين، المهم اللي بغى شي حاجه يدخل القناه يشوف البارتمان اللي عجباتو يتواصل معايا في الواتساب مرحبا، واللي ما لقاش شي بارتمان كيقلب عليه يتواصل معايا في الواتساب ارسل ليه الرابط ديالها مرحبا والف مرحبا. والناس اللي باغين يحطوا عندنا العقار ديالهم مرحبا، ما عليكم الا تواصلوا معنا على الرقم اللي غادي نخلي لكم اسفل الفيديو، ومرحبا والف مرحبا. بالنسبه للبارتمان اللي كاينه في حي البركه سيدي مومن الدوزيام ايطاج، كاين لاسانسور راه مازال كاينه، بارتمان زوينه كبيره فيها 80 متر، ثلاثه البيوت وصالون او سيجور، وفيها جوج حمامات، الثمن ديالها هو 60 مليون قابله للتفاوض اللي بغاها مرحبا. ورا كاين بارتمان زوينين، كاين عندي بارتمان دوزيام ايطاج فيها 115 متر حتى هي راه مازال كاينه، دوزيام ايطاج وجات على الشارع ديال الطرام في حي البركه جوج، الثمن ديالها هو 69 مليون، ثلاثه السكان اللي كاينين. وبالنسبه للحريه راه كاين عندنا بارتمان في الديور زوينه في الحريه اللي بغاها مرحبا. وكاين عندي بارتمان في اقامه الادارسة، بارتمان زوينه، كاين عندي بارتمان في اقامه الحريري، بارتمان زوينه هي ما شاء الله اللي بغاها مرحبا. بالنسبه للاناسي كاين عندنا بارتمان زوينين، كاين عندي بارتمان 80 متر في اناسي بروميير ايطاج، الثمن ديالها هو 44 مليون. وراه كاين بارتمان في القناه اللي بغى شي حاجه مرحبا يدخل القناه نوال المذكوريه، اللي عجباتو شي بارتمان يتواصل معايا على الرقم اللي غادي نخلي لكم اسفل الفيديو. كان هذا هو لا فيديو ديال اليوم، الى عجبكم المحتوى ما تنسونيش من الجيمات والبارطاج القناه مع العائله والاحباب والاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده وباش تشجعوني حتى انا نزيد نحط اكثر. وكنتمنى دائما نكون عند حسن الظن ديالكم.
وإلى اللقاء إلى فيديو قادم إن شاء الله.